تعرفيش. طب الدكتور قالت ايه على ما التحاليل؟ اعرفش، ما قالتليش حاجه. ما فيش حاجه. طب انت بتعيطي ليه؟ هو انت اتعورت ولا انا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم في مقلب قوي جدا 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 في سحر. المقلب ده فكرته لسه جالي من شويه. سحر المفروض ان هي راحت عندها تحاليل، راحت تستلمها من المعمل اللي جنبنا، فالمفروض ان هي راحت تجيبها، والمفروض ان احنا كنا بنجهز ان احنا هنخرج بكره مع بعض مع الولاد بكره الجمعه ان شاء الله، جمعة مباركة عليكم جميعا. فالمفروض ان احنا مجهزين، هي هتروح تعمل التحاليل، والمفروض ان انا قايل لها ان انا هحلق دقني على ما تيجي عشان نبدا نجهز نفسنا ونتحرك بكره من اول اليوم عشان ناخد اليوم من اوله ونستمتع بالشمس لو الجو ان شاء الله ربنا يسهل ويطلع حلو بكره عشان ما نتاخرش قوي بره ويبقى استمتعنا باليوم كامل قبل ما الجو ما بيبرد بالليل. ففكره المقلب النهارده ان انا المفروض وانا بحلق دقني هفهمها، او انا هجيب قطنه، يعني انا جاي مجهز قطنه هنا تمام، القطنه دي مجهزها ومجهز بلاستر هنا، مجهز البلاستر ده، وهحاول اعوز القطنه شويه ميكروكروم او اي حاجه بلون احمر بحيث ان انا هقول لها هحلق نص دقني واسيب النص الثاني تمام. شكلها هيبقى معفن انا عارف بس معلش استحملوني. المفروض ان انا هقنعها او احاول ابين لها او امثل ان انا اتعورت وانا بحلق، بس انا مش هحاول اديها فرصه ان هي تشوف لدرجه انها تتعصب وتبدا. هنشوف رد فعلها هيبقى عامل ازاي. يا رب المقلب يعجبكم، اضغطوا لايكات كتير للفيديو عشان حرب المقالب تبدا مع سحر، وابدا اخطط لها في مقالب جامده جدا جدا جوه البيت وبره البيت. بس شجعونا باللايك وتعالوا نشوف رد فعلها هتبقى عامله ازاي، ويا ترى المقلب هينجح ولا لا. المفروض ان انا مفهم الاولاد تحت اول ما سحر تيجي يا ماما الحقي ده بابا اتعور وهو بيحلق، ان هي تبقى طالعه مهيئه ان في حاجه فوق. استنونا نعمل احلى نص ده وارجع لكم. استنونا رجعت لكم تاني. بصوا بقى منظري عره، منظري بقى عره نص ونص، بس مش مشكله، الشيء لزوم الشيء. طبعا انا ليه ما حلقتش داني؟ انا اقسم بالله انا كنت هنسى واكمل حلقتي ده. طبعا انا ما حلقتش داني عشان خاطر يبقى الموضوع ايه، اكنه فيها رجاله وان انا وقفت كل حاجه بسبب اللي حصل. فمش هطول عليكم، انا جبت المرايه ديت عشان استخدمها، المرايه بتاعت سحوره، المرايه دي جايه بتشارك في الجريمه يا سحر. وجبت النقطتين بتاعتين كده هنحطهم مع بعض قدام الكاميرا كده ايه، ونشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي. يا رب يطلع حلو. نعمل كده. اوه يا خبر، ده طلع فيها كتير. ماشي حبايبنا الصغنانين ما يعملوش كده. طبعا امسح ايدي كده، مش مشكله امسحها هنا. ماشي نجيب اللزقه، لزقه الطب دي ممكن نسينا هنا. ما لقيتش بلاستر اللي هو الابيض والله. انا برمى على الارض عشان تحس برضو ان فيها رجاله، الموضوع كان بيتعمل ايه بسرعه بسرعه. يا رب الحق قبل ما تيجي، لان انا قلت لها رن عليها قبل ما اجي وانت جاي عشان خاطر ايه، اعرف ان هي ايه قربت عشان ما اعملش البتاع ده واسيبها على وشي كتير. يلا يلا انا هنضف لك الشقه صح، نضفها لك بس لما ايه ننفذ المهمه. سامعيني يا زوزو؟ بس انت اللي بدات بقى انا تعملي نفسك بطنك وجعاكي؟ اتقال عليا بس. حبايبنا تابعوني في الانستجرام في اول تعليق مثبت، وقولوا لي على افكار مقالب وانا هعملها، ما تكتبوليش في التعليقات عشان هي بتشوفها، اكتبوا لي على الانستجرام لو في اول تعليق مثبت. فتحي يا حاجه. الورق هنا برضه عشان يبين ايه؟ ان الدنيا مش مظبطه. الورق اهي. وعرفوا لي بقى في التعليقات ايه رايكم في المقلب ده، فاشل ولا حلو؟ خليه فين؟ خليه فين؟ خليه فين؟ خليه اهي. يلا. اهي اهي. عشان يبين ان ايه؟ ان احنا بهدلنا الدنيا بسبب الايه اللي حصل. كده؟ ماشي. ماشي. المراية الجميلة. خليها كده. معقول كده. معقول كويس برضه الواحد حرق نص دقنه عشان اللاد يمسك. كده؟ كده؟ وانا كده كده هسندها كده تمام. واول ما اقفلها في الشباك واول ما احس ان هي طالعه شغلوا في الكاميرا تاني. استنوني يا رب ينجح. صح يا جماعه، المفروض هي داخله الشارع خلاص، انا بصيت عليها وهي داخله البيت. فاول ما هتخش البيت انا مفاهم انجي وايناس تحت على الباب بيقولوا لها على طول اول ما تطلع عشان ما تركنش وتطلع على طول. فانا هتحرك كده عشان خاطر ايه اتقمص الدور شويه. ربنا يستر. ماشي
كنت هنسى. يا سلام والنبي بتقول لي ما هو اتعور. اتعور ازاي؟ اتعور ازاي يا سلام؟ ايه اللي عورك بقى في وشك كده؟ اتعور عملت ايه بس في ال ايه اللي عورك؟ سيبك من اللي انا عملته، عملت التحاليل والحاجه دي خلاص، ايه اللي عورك؟ هو انا بحلق دقن يا اشي جيلك كده صوري بس عشان بتحرقني لما بيخل بيجي لها هوا بتحرقني. وانت اول مره تحلق دقنك؟ نصيب ده. قال لي كده الدكتور طلع وجاي من مشوار وتعبان وقولوا لي بابا متعور. يا وانا انا معور نفسي يعني يا سحر؟ ما انت يعني كان حد معاك بيحلق؟ انت السبب. انا السبب، انا كلمتك. ما هو انت وانا بحلق بترن عليا، بوط اجيب التليفون ونبص على خالد راح معورني. ما كنتش ترد على التليفون. اه ما ردش على التليفون. انا عارف انت قايل لي لما تخرجي رن عليا وانت جايه. قالت لي كنت لا وانت جايه. طيب ما انا ما اعرفش بقى. قالت لي كده الدكتور. يا عم بقى ما تعصبنيش بقى، سيب الدكتورة دلوقتي. طيب لو سمحت. طب هاتي بس ده اتعور ازاي؟ يعني انت أول مرة تحلق ولا بتروح عند حلاق تحلق دقنك وتيجي؟ انت كده هتعصبيني يعني؟ ولا يعني انا ليه مزاجي اتعور؟ اتعورت قوي. معرفش اتعورت ازاي. عايز تتخيط؟ معرفش برضه. والله أنا جاية من مشوار، بص ما يعلم بيه إلا ربنا. مشوار إيه؟ ده معمل مروان. ماشي بس بعيد برضه. عشان ترتاح. ما أنا مكلمك في التليفون يعني، ما كانش فيه أي حاجة. انا كلمت واحد صاحبي هيجي دلوقتي بالمكنه بتاعته عشان مش هقدر اسوق. طب فين محمد وحسن؟ هياخدني المستشفى. ما روحتش ليه طب من بدري؟ محمد وحسن بيصوروا بره مش هنا. قالت لي كده الدكتوره انا مش هفهم حاجه من التحاليل دي. يا عم سيب الدكتوره بقى في الزفت دلوقتي. يعور وشه ويقول لي الدكتوره. دكتوره ايه؟ وشك متعور جامد. ايه هينفع لكم متعور جامد؟ لا بسيط. طب ما انت حاطط ايدك على خدك ولازق والبهدله ديت، ايه اللزق ده؟ ده كان في بقى جريمه هنا. قالت لي الدكتور يا نهار مش باين. يا ابني البهدله اللي انت مبهدلها في الشقه ديت، وايه اللي انت عامله ده؟ وايه الدم اللي على البلاط هناك ده؟ ده بتدين. بتدين؟ كنت بحط على وشي بتدين. انت بتحلق وشك فين اصلا؟ ودقنك فين اصلا؟ ما كان انت بجد حقيقه معايا يا سحر. انت اصلا الواحد ما بيحبش يتكلم معاك عشان انت بتفكر ان ايه موضوع باستعجال كده. انت مستعجل عشان تحلق بسرعه عشان خارج. مش خارج، انا اخرج وارفع. احنا كنا هنخرج مع بعض لسه بكره. ماشي مش مهم. بالراحه. اللي بيحلق دقنه ده بيسمي الله وحلق بالراحه كده عشان مو مسموش على الوش. وفي ايه؟ وانت اول مره تحلق؟ جديده عليك موضوع الحلقات ده؟ اه جديده. اسكتي بقى عشان ما تعصبنيش. لا يلا الخروجه باظت اصلا. ماشي مش مشكله الخروجه، هنخرج لسه الايام جايه كتير. طب قوم نروح شوف وشك بقى، الساعه بقت كام؟ الوقت متاخر. دكتور قالت لك ايه؟ معرفش. يعني ما تعرفيش؟ قالت لك ايه؟ اسكت بقى يا محمود بقى، انت همك في الدكتوره والبتاع. اقعد ساكت. انا قعدت ادور على البتاع اللي هو بتاع الجروح هنا، راح فين؟ يا ابني هو انت جرح في جسمك؟ ما هو جرح، هو ايه المشكله يعني؟ انت بتحب تستهتر، ما تصدعنيش بقى عشان دماغي مصدع. صدعكيش؟ طب الدكتوره قالت لك ايه على التحاليل؟ معرفش، ما قالتليش حاجه. ما فيش حاجة؟ طب انت بتعيطي ليه؟ هو انت اتعورت ولا انا؟ قال لا؟ يا بنت يا بنت انا بعمل فيك مهدم يا بنت. اوعى بقى كده يا بنت. يا جماعة والله لا اسكتوا. يا نهار ابيض. اوعى يا عم كده بقى. والله لا جبوب. طب اوعى براكينك بتكبر قوي، الكاميرا الصغيره دي بتكبر البراكين. والله مش هخليك تعمل. انت بتعمل يعني انت؟ بص عامله ازاي؟ يا نهار ابيض. طب ما يمكن بضحك عليكم مش بقى. يا لو عدت انا ما كملتش نص ساعه يعني. بس ايه رايك في المقلب؟ استفزازي طبعا. استفزازي ده بقى، اوعى تشوف الدموع اللي الناحيه دي.
هنخرج بكره يعني؟ مش خارجه معاك في حته. ليه؟ هنخرج بكره. هنخرج بكره. بصوا يا جماعه والله العظيم طلعت بتحبني موت 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 موت. امشي بقى خلاص بقى اوعى. مش انت عملتي اقفل طب الكاميرا دي؟ مش انت عملتي مش انت عملتي فيا مقلب ان انت بدك وجعكي؟ انا لا انا اتفقنا ايه؟ عملت انا مقلب ان وشي متعور. لا وعامل مقلب استخفاف دم خالص. طب مش تتاكدي ده يكون بضحك عليكي؟ واحد حالي نص دهن والنص التاني مش محلول. ده بس ايه رايك في البوده الجديده دي؟ بالله عليك مش حلوه البوده دي؟ مش حلوه ده ممكن تطلع بوده والله يقول لك بوده معبود وصعد. تعالى بس كده استنى بس ده انا نزلتها. انت بتطلع الكاميرا عشان لسه لا مش قافله. هي اللي هتعامل فيها. اي حاجه تعمليها هيتخانقوا معايا. جسمه وجعني. اي حاجه تعمليها هنخرج بكره؟ لا مش هخرج معاك في حته. ما تكلمنيش وما تجيلكش دعوه بيا يا زوزو. هنخرج بكرة يا زوزو. هنخرج بالسيارة يا لهوي. هنخرج بكرة بالسيارة. أنا عيانة مش هخرج خلاص معاك. الدكتورة قالت لك إيه؟ طب عرفي طمني يا حبايبنا بقى بخصوص إن أنت لسه جاية. جاية كده وطالعة السلم يا ماما يا ماما. أحسن دي رخمة أوي. ده أنا حاططها بقالي ساعة ونص. أنت جبت كده ليه؟ مفيش حاجة والله. فيستك. صدقني أنا عايز أحرق دقني. أنا حاسس إن أنا عامل زي البلياتشو. تصدق ان انت استفزازك؟ طب عرفيهم. اقسم بالله العظيم انت قالت لك ايه؟ انت عايز تحرق دمك. الحاجة ابتدت. انت اللي بدات الحرب. مش ايه يا بطني؟ انا ايه يا وشي؟ عايز كل يوم انت عامل الضغط كده. ايه يا بطني ايه يا وشي؟ عرفي بقى قالت لك بجد. طمني حبيبنا بقى بالمره. قالت لك ايه؟ وانا في اعصاب اتكلم؟ معلش قالت لك ايه طيب؟ قالت لك ايه؟ قالت لي كويسه الحمد لله التحاليل انيميا كويسه ومفيش اي حاجه. وقالت لي خلي جوزك يبعد شويه لاستخفاف الدم بتاعه والمقالب اللي بيعملها. خلصي بجد. قالت لي قاعد السكر اتظبط؟ بتقول لي في سكر حمل. اتظبط بايه؟ بتقول لي منعي الحوادق والشطه والحاجات ديت وظبطي بقى الدنيا. عرفت انت كلت فيزيك؟ قالت لي كده فاجئتني. انا فاجئتك؟ ده فاجئتك. تلبك معوي انت مهمله. خلاص مش هراكل فيزيك تاني يا حبيبي محدش يزعل. بس هي ما رضتش تعالى. بس والله العظيم تستنى مش ملاحظه حاجه. انا كنت باكل في العيال كلها. هي على فكره صح بتاكل بس بالراحه مش بكميه كبيره عشان كده احنا وقفنا وما رضناش خلاك كمل تحدي. طيب وريك الحاجه تاني؟ طب كله تمام؟ قالت لي الحمد لله. طيب ربنا يرزق كله مشتاق ولو عجبكم المقلب اضغطوا لايكات كتير جدا جدا عشان هعمل مقالب كتير الفتره الجايه في صحر. استنى عشان هقول حاجه. انا بعترف. ايه؟ بتقول ايه؟ ما انا مش عايزه المقلب ده يتذاع. نعم والله انا بعيط كده. نعم ده في الجول. ده انا هزيعه. ده انا بزه. ده انا اوعى. عرفونا في التعليقات المقلب عجبكم ولا لا واكتبوا لي فيها زي ما فهمتكم. وانا في وانا مش هطلع مع محمود محمديات تاني ولا مقالب تاني ولا اي حاجه تاني. وبعد كده بقى لما تيجي تكون خارجه من الشهر تقول لي رن عليا عرفت خلاص كده. ايوه لانه هو اللي بيرن عليا بيقول لي ايوه خلصتي في ايه كده بيقعد يطمن كل شويه. انما مش المره دي ما رنش خالص وعشان اعرف انت جاي امتى. وانت خارجه اوعي تخرجي لما ترن عليا عشان اعرف يا رب في ايه هيقابلني المشوار مش بعيد. اي خدمه تخطيط ولسه اللي جاي اتقل وانا وعندك بس شجعونا بلايكات وصلوا الفيديو ده اكبر عدد لايكات مش هحدد اكبر عدد لايكات عشان اعمل لكم مقالب كتير في صح. يعني اقول لهم انت مش زعلانه بقى؟ لا زعلانه. لا يا سوسو. لا يا حبيبي انا هفسحك بكره يا سوسو. لا يا سوسو انا هفسحك. ده انت كلفتني في الزعله بتاعتك قد كده. لا قول لهم مش زعلانه عشان نقفل الفيديو هيطول على حبيبي. لا لا قصدي زعلانه مش زعلانه. لا قصدي زعلانه. انت مش مركزه. خلصي بقى قول لهم مش زعلانه. من جوايا زعلانه. من بره مش زعلانه. قول لهم مش زعلانه بس انا هردها. لا مش انا مش خلاص بطلت مقالب مش هعمل مقالب. يلا قولوا مننا مش زعلانه بقى عشان نقفل. استنى مقلبي ما كانش بيخليك بتعيط. انا ما بعرفش اعيط. الراجل ما بيعرفش يعيط. الراجل ما بيعيطش. الراجل بيعيط الرجاله تعرفني في التعليم. قولوا بقى مش زعلانه خلاص. بس يا جماعه مش زعلانه. مش زعلانه ما عندهاش دم. خلاص هي كده مش زعلانه وطمنتكم عليها من خلال الفيديو وطمنتكم وانا من خلال الفيديو اقول لكم في مقالب كتير جايه. او ما كمل دقني بقى عشان شكلي وحش قوي. سلام.